يا اهلا وسهلا. طيب يا اخواني، اليوم راح نتكلم عن عيوب المعيشه بالمانيا، بس قبل ما نتكلم بهذا الشيء لازم نتفق على موضوع معين، وهو وجود السلبيات بدوله معينه هذا ما يعني انه هاي الدوله غير صالحه للعيش نهائيا، لان كل دوله على وجه الارض لها سلبيات وكذلك لها ايجابيات. ماكو دوله بالعالم كلها ايجابيات او كليتها سلبيات، فلازم نتفق على هذا الشيء، لان اعرف راح يجون عالم ويكتبون بالتعليقات طيب اذا انت تذكر هاي السلبيات اللي موجوده بالمانيا انت ليش عايش بيها؟ لان مثل ما قلت لكم كل دوله لها سلبيات وايجابيات، فبالمقابل نقيس هل هاي الدوله ايجابياتها اكثر لو سلبياتها، فهنا نقدر نعرف هل هاي الدوله زينه او لا. طيب خلونا نبدي. اول عيب من عيوب المعيشه بالمانيا هو السكن. نعم، اللي عاش بالمانيا راح يعرف هاي المشكله. هنا السكن شيء كلش صعب، اذا تريد انت تلقى شقه او بيت فهذا مو بالامر الهين، لان هنا قله وجود السكن. يعني انا صار لي 7 سنين عايش بالمانيا الى الان ما شفت فد يوم هنا قاعد يبنون مجمع سكني، سواء عماره او بيوت، يعني نادرا تشوف. انا شفت نعم يبنون مصانع، شفت مثلا شركات يبنون مولات، مكاتب، هاي الاشياء، بس كشقق يعني شقق سكنيه الى الان صراحه ما شفت. فلحتى تنتقل من بيت الى بيت او من شقه الى شقه هذا يعني شيء صعب جدا، خاصه داخل المدن. ربما بتضيع هيك احتمال تلقى، بس بداخل المدينه هذا مو بالشيء الهين انك تلقى بسهوله. ليش؟ بسبب ضغط العالم اللي موجوده هنا، اللي يجون المهاجرين مثلا، وكذلك حاليا صارت يعني بعد ازمه اكثر بعد حرب اوكرانيا وروسيا، لان الجو مو هوايه اوكران الى المانيا، فهاي مشكله كلش كبيره لحتى تلقى شقه. فهنا اذا تلقى شقه او بيت مثلا خلاص تثبت فيه، ما تفكر انت يوميا والله انتقل من مكان الى اخر. وفرضا انت لقيت شقه مثلا، هنا لقيت شقه او بيت حالفك الحظ، فهمات صاحب الشقه راح يطلب من عندك هوايه اشياء، مثلا يطلب من عندك تكون عندك اقامه، مره تطلب منك اقامه دائميه ما تفيد، مثلا اقامتك سنه سنتين او ثلاثه يدور اقامه دائميه، او ربما جنسيه يطلب من عندك، كذلك عقد عمل يريد من عندك، واحتمال مرات يدور من عندك عقد عمل مفتوح، يعني عقد عمل دائمي يريد من عندك. وكذلك اكو شيء يسموه الشوفه، يطلعوا منك من الرات هاوس او الدوتش بوست، يطلعوا شنو هاي الشوفه، يعني انت ما عليك يعني مشاكل وتدفع راتبك، عفوا تدفع ايجارك بشكل منتظم، فهاي الاشياء. وكذلك انت بتروح تقدم على الشقه راح يجون يعني مثلا 20 واحد او 30 واحد تلقاهم قادمين على هاي الشقة، ويقعد صاحب الملك هو يختار من هو يفيده أكثر. فهاي أول نقطة وأول عيب موجود بالمانيا، السكن هنا كلش صعب لحتى تلقاه. أما العيب الثاني وهي الضرائب، هنا الضرائب للأمانة تكسر الظهر، توصل من 35% إلى 40%، تخيلوا الضرائب، يعني كل ما زاد راتبك كل ما أنت صرت تدفع ضرائب أكثر. عن نفسي أنا شهرياً حالياً قاعد أدفع تقريباً 450 يورو، 450 يعني بالعراق تقريباً 650 ألف، تخيل هاي تروح ضرائب. وأنا على فكرة مو من الناس اللي يدفعون، خلي نقول يأخذون من عندي هواية ضرائب، أكو ناس يعني راتبهم أعلى من عندي فيأخذون ضرائب أكثر، أكو ناس تدفع 1000 يورو مثلاً 2000 يورو حسب الراتب مالك، كل ما عليه كل ما تدفع أنت ضريبة أكثر. واكيد تختلف من شخص الى اخر، اذا انت كنت عزابي فانت راح تدفع ضريبه اكثر من الشخص المتزوج، والشخص المتزوج اللي ما عنده اطفال يدفع ضريبه اكثر من الشخص المتزوج وعنده اطفال، ولا عنده طفل يختلف عن الطفلين واثنين اكثر من ثلاثه وهيك، يعني امر معقد. فالضرائب هنا صراحه تكسر الظهر، يعني انت تشتغل الشهر كليته وبالنهايه تيجي الدوله احتمال تاخذ من عندك 40% من الراتب مالك، ياخذوا لهم وينطوك 60%. اما العيب الثالث وهو ما اعرف شو اسميكم اياه، البيروقراطيه. اقروا عن هذا المصطلح البيروقراطيه، وهي شنو يعني نقول الاجراءات الورقيه. المانيا صح دوله متقدمه ويعني عندهم التكنولوجيا وهذه الاشياء، بس الى الان يعتمدون على الاوراق، يعني انت ما تروح تمشي معامله يطلبون من عندك هوايه اوراق، يعني اي معامله هنا تريد تمشيها فعندهم اوراق توجع الراس، شلون عندنا مثلا بلادنا العربيه، سواء بالعراق او مصر او اغلب بلداننا العربيه، فماخذيها احنا ببلداننا كذلك من المانيا واوروبا بشكل عام، يعتمدون على الاوراق، يعني لحتى تمشي انت اي معامله فانت تحتاج درزن اوراق يطلبون من عندك، مستمسكات وتعال تعبي مثلا، وكذلك كشف حساب يطلبون من عندك، يعني عالم ثاني. فهاي شغله كلش تضوج هنا، والعايش بالمانيا همات يعني اغلب اللي عايشين هنا
يعانون من هاي المشكلة، شغلة الأوراق سواء عند التأمين سواء عند دارة الأجانب وغيرها. فهاي صراحة يعني شيء ينرفز ويا الوقت، يعني هاي البوستات اللي تجيك للبيت اللي هو البريد يعني صراحة شيء يعصب كلش. فهاي همات عيب من العيوب اللي موجودة هنا بهاي البلد. العيب الرابع اللي ويانا هنا بهاي البلد، لحتى تشتغل أو تسكن هنا فأنت تحتاج تتكلم اللغة الألمانية. حتى إذا كانت عندك لغة إنجليزية صراحة ما راح تساعدك هواية هنا اللغة الإنجليزية، مع إنه الألمان يتكلمون يعني أغلبهم يتكلمون اللغة الإنجليزية، بس ما يستخدمونها إلا خارج ألمانيا، من يسافرون يطلعون سياحة خارج ألمانيا يتكلموها. أما هنا بداخل ألمانيا لا، على الأغلب يتكلمون اللغة الألمانية، يحاولون يستخدموها أكثر، لأن يقول لك أنت خلاص أنت بألمانيا تتكلم وياي ألماني. وللأسف اللغة الألمانية يعني مو من اللغات السهلة، لا لغة صعبة، وما تقارن باللغة الإنجليزية، أصعب من الإنجليزية بمراحل، خاصة القواعد مثلا، حفظ الكلمات، اللفظ مالها صعب، بس هذا يعني مو شيء مستحيل إنك تتعلمها، لا ماكو شيء اسمه مستحيل، تقدر تتعلمها، بس إحنا قاعد نتكلم عن صعوبة، تمام؟ فلغة للأمانة صعبة أكثر من اللغات الأخرى، فهذا العيب الرابع. أما العيب الخامس اللي ويانا هو الأكل. هنا لما تريد تشتري أكل لازم تكون حذر من عنده بشكل كبير، يعني هذا الأكل ربما راح يكون به يا أما لحم خنزير راح يكون مخلوط وياه، أو يعني أداة أكل خلي يكون مقلي أو شيء يكون مقلي بزيوت لحم الخنزير، مثل ما ماكدونالدز وغيرها يعني أغلب الأكل اللي عندهم يكون مقلي بزيت أو شحوم الخنزير. وكذلك الكحول هنا يستخدموها هواية بالمنتجات مالتهم، مثل الشوكولاتة مثلا، البسكويت، وهذه الأشياء يستخدمون بيها الكحول. لذلك هنا لما تريد تشتري أي شيء لازم تركز على المكونات مال هذا المنتج اللي أنت قاعد تشتري، تقرأ المنتجات لحتى تشوف إذا مثلا بيها كحول أو خنزير، خاصة اللحوم مثلا والشوكولاتة وهاي الأشياء بيها يعني يستخدمون هواية شغلة اللحوم الخنزير، وكذلك من جانب آخر الكحول بالمنتجات مالتهم، حتى الآيس كريم مرات يحطون وياه نسبة من الكحول يستخدمون. فأنت لازم تكون حذر بهذا الشيء. والمطاعم مالتهم يعني تحاول يعني على الأغلب تروح مطاعم عربية مسلمة، على الأغلب تروح تاكل عندهم، لأن المطاعم الألمانية مو تمام يعني كلش حلال. وإذا أنت تريد تاكل يمهم حاول تسألهم، اسأل النادل اللي هو مثلا جاسون أو صاحب المطعم، أكلكم عندكم أكل حلال أو لا؟ مو عيب على فكرة هذا الشيء من تقول لك تسألهم حلال أو لا، لا مو عيب، هنا شيء كلش طبيعي، تروح تسأل أبو المطعم أو النادل، هم متفهمين هذا الشيء، لأن أكو ناس هسه راح يدخلوا ويقول لك أنت عايش ببلدهم يا أخي خلاص ما يعجبك اطلع برا ألمانيا، لا ماكو هيجي هنا، فهم متفهمين كلش هذا الأمر. طيب أما العيب السادس من عيوب المعيشة هنا بألمانيا وهو الحياة الاجتماعية. هنا الحياة الاجتماعية صفر وأقل من الصفر همات، يعني الصفر أشوفاني وهواية عليهم، ماكو اختلاط نهائيا، يعني الألمان من الشعوب المنغلقة على نفسهم، شلون يعني ما يحتكون بالآخر، ما عندهم خلينا نقول مثلا منفتحين على الشعوب الأخرى، يعني يقعد يحكي وياك وهذا الشيء، مثلا جيراني يزور جيرانه، هذا جاره مريض مثلا يروح يزوره، وهذا الشيء هنا يعني ما تلقى هذا الأمر، يعني بالنادر تقدر تسلم عليه مثلا إذا شفته بالمصعد أو على الدرج أو هذا الشيء، وهواي من الأحيان مثلا تسلم عليه وما يرد السلام، مو من باب العنصرية ها، بس هم هيك مزاجهم، يعني تخيل جيرانك تفوت من يمه تسلم عليه موين أو هلو ما يرد لك، تمام؟ عندنا احنا بلادنا عيب شنو جارك يسلم عليك وما ترد له، يا أما زعلان من عنده أو عندك وياه مشكلة، هنا لا عندهم طبيعي. مثلا تفوت من يم جيرانك وتسلم عليه وما يرد، انت اذا عايش ببلادنا العربيه ما راح يعني خلينا نقول تستوعب هاي المشكله، بس اللي عايش بالمانيا وعايش باوروبا بشكل عام راح يستوعب هاي المشكله اللي انا قاعد اقولها حاليا، الشغله الحياه الاجتماعيه. لذلك يعني مع الوقت راح تحس بملل انك ما تقدر تزور احد، ما حد يزورك، يعني هذا الشيء راح يسبب لك صراحه يعني مشكله وملل. فهاي احد العيوب اللي موجوده هنا بالمانيا. اما العيب السابع اللي ويانا وهو الاخير اللي هو تربيه الابناء. هنا تربيه الابناء للامانه صعبه مو مثل بلداننا. ليش؟ لان هنا الطفل له حق يشتكي عليك على ابوه مثلا، اذا ضربه مثلا او يعني خلاص هو ما حاب ابوه ما يريد يعيش وياه يروح يشتكي عليه حتى اذا كان صغير.
فإذا اشتكى عليك راح يبهدلك، يعني إذا اشتكى عند الشرطة مثلا أو عند الراد هاوس راح يمنعوك أنت الأب تقرب على المكان اللي ساكن بابنك، على بعد 3 كيلو ممنوع توصله. فحتى بالمدارس مثلا المعلمين والمعلمات يسألون دائما الأطفال إنه هل آباءكم يضربوكم بالبيت، يعنفوكم مثلا، يضايقوكم وهذا الشيء، وإذا قالوا إيه فأنت كأب رحت بيه، يعني عادة سحبوا من عندك ابنك أو هذا الشيء. فصراحة هذا أمر كلش صعب إذا ما أحسنت تربية ابنك، وأكو هواية عالم قاعد يواجهون هاي المشكلة سواء بألمانيا أو يعني أغلب الدول الأوروبية، لأن هي الدولة هنا أساسا يقول لك أنت كأب أو أم ما مطالب من عندكم تربون أبنائكم. تخيلوا خلاص انتوا شغلتكم خلفتوا ابنائكم وها هي الدولة هي اللي تتولى تربيتهم، انت تروح تشتغل وتدفع ضريبة للدولة، اما الابن او الطفل راح تاخذ الدولة من الحضانة الى الروضة الى المدرسة الى ان يدخل الجامعة، فهاي كليتها مثلا يصير هو يعني الدولة هي اللي تصير تربي. كيف مثلا؟ من الحضانة راح يصير ياخذون من الصبح ما يرجعوا لك اياه الى العصر، اوكي، وانت كذلك من الصبح الى العصر بالشغل راح ترجع تعبان من الشغل، انت شو وقت تشوف ابنك لحتى تربيه مثلا تعلمه وهذه الامور، فراح تواجه صعوبه بهذا الامر. اكو عيوب اخرى ربما اني ما ذكرتها، يعني اللي عرفه خلي يكتب لنا اياها جوا بالتعليقات. وبالنهايه نرجع ونقول كل دوله بيها ايجابيات وسلبيات، فوجود السلبيات بدوله معينه هذا ما يعني هاي الدوله غير صالحه للعيش، لا ابدا. فهذا كان نهايه الفيديو مال اليوم، بس قبل ما تطلعون اشتركوا بالقناه وبعدها سلام.